تفضل استاذ. شو هاد؟ هذا حلوان الصلحة. احمد امبارح رجع على البيت وتصالحنا. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. لولاك ما بعرف شو كان صار فيني. انت اللي انقذت حياتي، انت رديت لي روحي، انت رجعت الابتسامه لشفايفي. خلص خلص ماشي، بس المهم انك تعرفي كيف تهتمي بزوجك. خلص، اليوم قبل ما اجي على الدوام سالته وين بده يروح، مع مين بده يقعد، وامتى بده يرجع على البيت. هريته بالاسئله هري. برافو عليكي، بس اوعك ترتكبي الغلطه تبع رفيقتك منالها، يعني لازم تختاري الوقت المناسب اللي تساليه فيه، مو يكون تعبان وهلكان وتنزلي عليه سخ بالاسئله، ما بيمشي الحال. حاضر استاذ، وانا متشكرتك كثير على النصيحه القيمه، شكرا. الله يخليك. خلص 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 روحي، خلص بكفي. باركولي باركولي. مبروك. بس على شو؟ المدير كلفني بالعمل الاضافي. يو، هلا هذا اللي مفرحك؟ طبعا ست نجاح، انت ما ممكن تفرحي لهيك شغله تافهه. الله يتم عليكي، جوزك تاجر بالخود والهات. انا لو كنت محلك كنت تركت الوظيفه وقعدت بالبيت، وتركت محلي لغيري ينتفع ويعيش منه. ليش شو حبيبتي، انا قاعده على قلبك؟ لا بس في كثير من الناس محتاجين للوظيفه اكثر منك. الو. ايوه مدام سمر.